افضل الجليتشات في لعبة جي تي اي فاي سيتي. يلا نبدأ. طبعا الجليتش الاول شباب لازم يعني تأتون الى هذا المكان، ها وتذكروا شباب، بعدها لازم تكون عندكم هليكوبتر، احضروا معكم هليكوبتر الى هذا المكان، بعدها راح تشوفوا الجليتش. الجليتش راح يخلينا نتجول شباب في مدينة، يعني تحت المدينة، نعم يخلينا نتجول تحت المدينة. المهم يلا تعد لي الكاميرا، خلينا شباب ندور بهذه الطريقة. هنا الكاميرا ما تقدر تعدلها بإصبعك، المهم لا علينا. طبعا ننزل تحت هذا المبنى شباب، ننزل تحته هكذا. قيادة جيدة يا وليد، اصعد فوق الآن، اصعد فوق وادخل، ادخل إلى هنا الآن. راح تقدر شباب يعني تتجول، انزل انزل إلى أسفل وتتجول تحت المدينة. وحذاري شباب، إذا نزلتم أكثر إلى أسفل راح يعني خلص ترسب لكم فوق المدينة، نعم، لأن تعرف بأنكم مقلتشين، فراح تعيد الرصبنة، ترسبن تومي مرة أخرى فوق المدينة. فهاي هذا هو الجليتش، يخليكم تستكشفون ماذا موجود تحت المدينة شباب، والسيارات فوقنا تمشي تتجول الناس وهكذا ونحن تحتهم. نجرب ننزل إلى أسفل، انظروا شباب سأنزل إلى أسفل، انظروا وش راح يصير لما أنزل إلى أسفل. طبعا راح يرسبنا فوق، ها لاحظتم هذا هو الجليتش الثاني. ستحتاجون الى هذه الدراجة شباب بالضبط، طبعا عادة تجدوها مركونة في هذا المكان هنا، انظروا ها هو شباب هنا في هذا المكان، واذا ما لقيتوها يعني اعثروا عليها في الشارع. المهم جربوا هذه شباب، هذه الدراجة بالضبط في هذا الجليتش. المهم هذا الجليتش راح يخلينا شباب يعني نقود الدراجة ونحن واقفين، نعم تخيلوا الصراحة اعجبني هذا الجليتش. المهم ونذهب الى هذه العلامة الخاصة بالملابس شباب، تغيير الملابس، وايضا لازم نركنها بطريقه معينه. انظروا كيف شباب، لازم نضع مؤخره الدراجه، نضعها في هذه العلامه، فوق هذه العلامه ترون مؤخره الدراجه، تذكروا لا تركنها بطريقه خاطئه، هكذا شباب مؤخره الدراجه، اوكي هكذا اتوقع تضبط. بعدها ننزل شباب، لما ننزل خلاص الان لما نركب راح يضبط الجليتش لانه مركونه بطريقه صحيحه، اركبوا فقط وراح يضبط. انظروا انظروا ها هو لقد ضبط شباب، يتغير لبس تومي وايضا يصير واقف ويقود في الدراجة، رأيتم؟ جربوها مع الدراجات الأخرى شباب إذا تضبط أو لا، أنا أتوقع أنها تضبط فقط مع هذه الدراجة بالضبط، وإذا يعني أردتم جربوا مع الدراجات الأخرى مثل هذه الدراجة مثلا، هذه ترون جربوا يمكن تضبط معكم، نعم، لا تنسوا يعني طبقوها بالطريقة الصحيحة، رجع يعني ترون هو مقلتش الآن. مرة يوقف مرة يجلس. طبعا الجليتش الثالث شباب تعالوا الى هنا، نعم ها هو المكان، تذكروه شباب هو بالقرب من ذلك المنزل اللي نعمل فيه سيف هكذا، المنزل اللي من البداية. المهم بعدها دوروا شباب من هذا المكان هنا، ادخلوا هكذا وراح تجدوا المكان بهذا الشكل، تذكروه. بعدها شباب احضروا معكم السيارة، اكيد لا تأتوا برجليكم او شيء، تعالوا بالسيارة لانه هذا الجليتش لازم سيارة. لاحظتم كيف فتح، اوكي بعدها اركنوا شباب سيارتكم بقرب الجدار، نعم حاولوا ان تكون بقرب الجدار لكي يضبط بنسبة كبيرة وبطريقة سهلة يعني يضبط الجليتش. اركنوا وانزلوا، انظروا وش راح يصير شباب، راح تختفي سيارتكم، رأيتم كيف اختفت؟ غريب هذا الجليتش يخلي السيارة تختفي، أي سيارة تجيبها تختفي. شباب الجليتش الرابع أيضا ستحتاجون إلى دراجة، بعدها تعالوا إلى الملهى الليلي، نعم الملهى الليلي ها هو مكانه. بعدها اركنوا شباب هذه الدراجة، سأريكم أين، اركنوا أمام هذه العلامة يعني اللي تكون هنا، يعني هذه علامة الضلال، لازم تكونوا مختمين اللعبة لكي تظهر لكم، لكن أنتم حاولوا تركنوا الدراجة هنا، نعم بالضبط هنا في هذا المكان، وادخلوا شباب ادخلوا إلى الملهى. بعدها راح تلاحظوا بأن دراجتكم يعني مركونة في الخارج، تقدرون ترونها من هنا، اضغطوا على علامة الركوب شباب، اركبوا في الدراجة وأنتم من الداخل، نعم اضغطوا على الزر اللي يخليكم تركبوا في الدراجة. بعدها شوفوا وش راح يصير، راح يدخلكم إلى عالم الأشباح، نعم تروحون لازم قدامها لكي يركب بطريقة جيدة شباب ويضبط معكم. الآن راح تخرجوا إلى عالم الأشباح، هذا هو الجليتش، هذا الجليتش يسمى جليتش عالم الأشباح، يخليكم يعني تشوفوا عالم الأشباح، ويعني يخليكم تشوفوا شباب يعني الأشياء اللي تكون مخفية، يعني عفوا الأشياء شباب كلها مخفية، ترون الأشياء اللي تكون مخفية شباب من الداخل، اللي ترونها من الداخل لما تخرجوا ترونها، هذه هي الأشياء. أتمنى أنكم فهمتموني شباب، قصدي
ترون الأشياء اللي المفروض ترونها من الداخل. نعم، اللعبة لا تدري بأنكم فعلتم هذا الجليتش، فهكذا تخفي كل شيء، كل العالم، وتخلي هذا العالم فقط عالم الأشباح. توجد بعض السيارات وهكذا، لاحظتم شباب وبعض يعني الناس أتوقع ستجدونهم أيضا. ومقلتش مقلتش شباب المكان، أوه هناك درع، لاحظتم شباب. اوكي والله عالم الاشباح يا حبيبي. الجليتش الخامس هو جليتش المشي تحت الماء، مثل جليتش المشي تحت الماء في لعبه جي تي اي سان اندرس. المهم نفسه موجود هنا بنفس الخطوات شباب، لكن هنا ما تقدر تمشي في الماء براحتك. المهم اضرب اي شخص لازم ياتي يضربك، ولازم تاتي الى هذا المكان شباب بالضبط لكي يسهل الجليتش. المهم هاو تذكره، بعدها لازم ياتي شباب يضربك، تذكروا هذا. اوكي اتوقع اتى لكي يضربني. المهم اركبوا وخلوه ينزلكم، يلا تعال. اي لم يأتي، لا لازم واحد يضربنا. واحذروا انكم تنزلوا شباب في البحر، نعم احذروا لانكم راح تموتوا اكيد. اوكي اضرب يلا، نريد شخص يأتي يضربنا يلا. الا يوجد شخص؟ نعم كلهم يهربوا. اوه وجدت شخص شباب يأتي، نعم اهرب اهرب يلا يلا اتبعني اتبعني. نعم نذهب الى سيارتنا ونركب، ابتعدوا ابتعدوا. نعم يلا يا رب ما اسقط، اركب. نعم اخليه ينزلني، انظروا شباب يا رب ما يسقط يا رب، ها هكذا ينزلني، بعدها راح يضبط الجليتش. نعم انظروا شباب لما ننهض، ها لقد ضبط. اللعبة تعتقد باننا لما نلمس المياه، لذلك لما نتدمى شباب انظروا واصبحنا نمشي تحت الماء. الان نحن تحت الماء، لكن اذا ذهبتم الى هناك شباب ستسقطون، فتتجولون هنا فقط شباب هنا. اوكي ترون الناس كيف ماتوا ونحن نتجول، هذا هو الجليتش. اوكي متنا، نعم لما نصعد الى فوق نموت شباب، لكن هذا هو الجليتش، يخليكم تمشون تحت الماء لكن ليس براحتكم، تمشون في مناطق هكذا قليله. اتمنى يكون عجبكم شباب الفيديو، واخبروني في التعليقات اكثر جليتش اعجبكم. انا الصراحه اكثر جليتش اعجبني هو الجليتش شباب مدينه الاشباح، نعم مره رهيب. وايضا جليتش تمشي تحت المدينة أو الطيران تحت المدينة شباب ونستكشف هكذا، مرة رهيب. خبروني أنتم أكثر جليتش أعجبكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله، ومع السلامة. الفيديو ما وصل 8 دقائق، يا الله لقمة العيش صعبة. المهم كيف حالكم شباب؟ إيش مسويين؟ هل أعجبكم الفيديو؟ ما أعجبكم؟ قولوا لي في التعليقات. لا تنسوا أيضا رأيكم عن قناتي، هذه الفترة تنزل يومي جلد يا حبيبي، جلد جلد، وافكار اعطوني افكار في التعليقات شباب لا تنسوا. وايضا ايش رايكم اسوي لكم جليتشات جي تي اي 3؟ اخبروني في التعليقات. سويت لكم جليتشات جي تي اي سان اندريس، واليوم جي تي اي فاي سيتي، جليتشات جي تي اي فاي سيتي غدا اتوقع او بعد غد لا ادري، جليتشات جي تي اي 3. اعطوني رايكم في التعليقات اذا تريدون، وايضا راح انزل لكم مقاطع اخرى مره رهيبه، راح تستمتعوا شباب. فقط اشتركوا، فجروا المقطع بالاشتراكات واللايكات، لا تنسوا اللايك من دون ما اخبركم شباب، اللايكات هي اللي تجعل المقطع يرتفع وهكذا. واذا عندك اي تعليق تريد كتابته اكتب في التعليقات، اكتب مرحبا بك، اكتب لي رايك، اكتب عرفني على نفسك هكذا، مدري ايش، اكتب لي اي شيء، وشكرا لكم.